أنا نصر حج إبراهيم من قرية معروتة جبل الزاوية. طبعاً بعد ما تقدم الجيش صوب جبل الزاوية نزحنا، فأنا كان عملي عندي مشتل ورود وأشجار. فنزحنا اجينا لهون عم ندور على أرض نوضة نحط المشتل فيها، فحطينا المشتل في هالمكان هذا، الله يجزيه الخير صاحب الأرض، ولكن للأسف أنه ما فيها مي. عمال بتكلف حق مي يوميا شي 100 ليرة. وحاليا بارك عملت خيمي في قلب المشتل، عملت خيمي بارك فيها أنا وعيالي. ومثل ما كن شايفين يعني أنا صوبت هونيك، طبعا راح لي ولد شهيد الكبير، تم عندي واحد صغير، وعندي صار إعاقة بكتفي وبإيدي وبزري، والحمد لله يعني قائمين في هالعمل هذا. صحيح ساكن في ضمن المشتل بين الورود والزهور في ضمن المشتل، ولكن والله نفسيا ماني مرتاح، نفسيا ماني مرتاح. اولا ما يعني باركين في ارض غير ارضنا، ثانيا يعني الاصابات اللي صارت عنا ولله المشتكى. نتمنى من الله عز وجل ان يرجعنا لبلادنا لارضنا لبيتنا لدارنا افضل ما انا ساكنين بهالتشول. وانا فضلت انه اسكن في خيمي يعني ضمن المشتلة افضل ما اسكن في مخيم. يعني المخيم سكنته عموجب ما سمعت انه ما يمنحها، فسكنت يعني هيك بين رزقي، في مراقب رزقي افضل هو الي ولعيالي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرجعنا إلى بيوتنا ولا أراضينا سالمين غانمين.